السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أقوم إن شاء الله في نقل نبات اليوركا، كان موجود بقصيص صغير حديدي. الآن شلتها منه وراح أنقلها لقصيص كبير، ما شاء الله تربة مميزة وكويسة ما شاء الله. طبعا إحنا شلناها من القصيص زي ما أنتم شايفين، راح نقوم بفرد الجذور بهذا الشكل. بسم الله الرحمن الرحيم، وهيك فردناهم. راح نقوم بوضعها في منتصف القصيص. بسم الله الرحمن الرحيم، وراح نقوم بإضافة التربة عليها. ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. هاي أشهر دعوة بناشئها. طبعا هاي تربة طينية مضاف إلها رمل صوالح أو رمل، ما بعرف كيف تسموه، الرمل بيزيد من مسامية التربة وبيزيد قدرتها على تصريف الماء. ما شاء الله، ولسه راح أزيدها كمان تربة كمان شوي عشان تشد، وبعدين راح أقوم بسقايتها إن شاء الله، وهيك بكون صار عندنا نبات يوركا ما شاء الله. وخلال 2 3 شهور بتلاقوا صار شكلها تغير، وراح انزل لكم فيديو ان شاء الله في حال التطورات اللي راح تصير. بتمنى الفيديو يكون عجبكم، لا تنسوا تحطوا لايك وشير وكومنت للفيديو، ولا تنسوا تضغطوا على علامة الجرس بأسفل الفيديو عشان يوصلكم جديد من قناتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.